ديربي القاهرة، مباراة نهائي الكاس بين النادي الأهلي والزمالك، المباراة اللي خارج الحسابات كده. أيا كانت حالة الفريقين عاملة ازاي قبل الماتش، دايما المباراة دي خارج التوقعات، لكن أنا مستني توقعاتكم فيها في الكومنتات. المباراة ممكن تخلص كام كام، مين اللي هيشيل كاس مصر ومين اللي هيكون حامل لقب الكاس كده، هل الأهلي ولا الزمالك؟ قولولي في الكومنتات توقعاتكم للنتيجة كام كام، وكمان مين اللي هيسجلوا الأهداف. وكل الكومنتات الصحيحة كالعادة تكون موجودة معانا فيما بعد المباراة، حلقة قوية جدا هنتكلم فيها عن تفاصيل كتير قوي، سكواد النادي الاهلي كامل وسكواد الزمالك والغيابات هنا وهنا، هنعمل مقارنة بين الاتنين في مركز مركز كده ونقول مين اللي سكواده اتقل ومين اللي فرصته اكبر في الفوز بالمباراة، رأي الجماهير من الزمالك ومن الاهلي، الجمهور متوقع ايه ومتوقع مين اللي هيفوز، هنقارن كمان اتنين مدربين تقال ببعض، جيسوالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك اللي مستمر معاهم بقاله فترة، وكمان ريكاردو سواريش مدرب النادي الاهلي اللي لسه جاي طازه كده وداخل على اول بطوله ليه مع النادي الاهلي، بطوله الكاس قدام الزمالك. الاهلي الغير مستقر الفتره الاخيره والزمالك اللي عنده استقرار اكبر. هنتكلم كمان في النتائج السابقه عبر التاريخ بين الاهلي والزمالك في كل البطولات وفي بطوله الكاس لوحدها وفي النهائيات كمان. هقول لك فيريرا لعب قدام النادي الاهلي كام مره وعمل ايه قدام النادي الاهلي في الولايه الاولى والولايه الثانيه كمان، فتفاصيل كتير قوي موجودة معانا كده. كمل الحلقة للآخر، اخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده، واي سؤال يجي في دماغك عن الديربي اسألهولي في الكومنتات في حلقة تانية هنعملها بإذن الله قبل المباراة اللي هنتكلم فيها عن التشكيل الأفضل كده. فأي سؤال يجي في دماغك قولهولي في الكومنتات هجاوبك عليه الحلقة الجاية، وقول لي تشكيل النادي الأهلي الأفضل والزمالك الأفضل إيه، هقرا كومنتاتكم قبل ما نعمل الحلقة الجاية كده ونفكر مع بعض. يلا بينا. كور العالية روكسون القاضي يا مونكون شاط الجول الجول القاضي يا مونكون القاضي يا نهائي كاس مصر، مباراة ببطولة بين الاهلي والزمالك، مباراة صعبة جدا خارج الحسابات. النادي الاهلي في اسوأ احواله دلوقتي، لسه خسران من بيراميدز في الدوري وبيبعد كتير عن بطولة الدوري لصالح الزمالك اللي ماشي زي القطر في الدوري الفترة الاخيرة رغم كل الصعوبات والمشاكل اللي موجودة عنده. قلنا وقف قيد فترتين كده، وقلنا مشاكل مالية، وقلنا انهم ما جابوش صفقات يعوضوا بيها اللعيبة اللي رحلت من عندهم زي فرجاني ساسي وزي مصطفى فتحي ومصطفى محمد ومشاكل كتير، لكن فيريرا قادر يعالج المشاكل دي، قادر يسوق المركب ويمشي بيها كده. فالزمالك حالته كويسه جدا، شفنا جماهير الزمالك وهي في المدرجات المباراه الاخيره وهي بتقول حي حي دور الاهلي جاي، وكان الخمسه بتاعه الدوري بتاعه الدور الاول نسيوها كده ومش لسه معلمه عليهم. على العكس بقى الناحيه الثانيه، جماهير النادي الاهلي ما عندهاش ثقه في لعيبتها دلوقتي، اللعيبه اللي ماشيه على سطر وبتسيب سطرين ثلاثه، والاداء الباهت في الماتشات الاخيره، بتتغلب من بيراميدز وعمال تقع وتنقط في الدوري كده لحد ما هتضيع الدوري للموسم الثاني على التوالي لصالح الزمالك. خايفين طبعا، مع ان لما تيجي تبص على سكواد الاهلي وسكواد الزمالك هتلاقي سكواد الاهلي يعتبر اقوى، ولما ندخل على مقارنه ونقارن مركز بمركز كده هتشوفوا الموضوع ده. وقول لي رايك فيه في الكومنتات، شايف لعيبه مين الافضل، هل الاهلي ولا الزمالك، ومين فرصته في المكسب بمباراه الكاس اكبر. لكن كل دي بقى توقعات وتخمينات ملناش دعوه بيها، وقت المباراه 90 دقيقه، اللي هيكون ارجل وهيكون افضل في الملعب هم اللي هيقدروا ياخدوا البطوله. لعيبه الاهلي طبعا نفسها تصالح جماهيرها بعد الغضب الكبير اللي جماهير النادي الاهلي زعلانين من لعيبتهم، طبعا كلنا مش راضيين عن اداء لعيبه النادي الاهلي. ونفس الكلام لعيبه نادي الزمالك، الجماهير راضيه عنهم دلوقتي لكن هم لسه ما عملوش حاجه، ما خدوش مثلا بطوله افريقيا، خدوا الدوري بس السنه اللي فاتت، لكن لما تيجي تقارن اللعيبه دي بدي كده لا، ده لعيبه الاهلي محققه انجازات اكتر بكتير، ومع ذلك جماهير النادي الاهلي مش راضيه. فدول هيحاولوا ياخدوا بطوله ودول هيحاولوا ياخدوا بطوله، مباراه الكاس مباراه مهمه جدا للاثنين، وهنشوف مين اللي هيقدر يحققها. طبعا الاهلي وصل لنهائي الكاس بعد ما لعب مباراه دور ال16 مع انبي، خرج بعديها المباراه دور الثمانيه كده قدام بيراميدز، بعد كده طلع لنص النهائي قدام بتروجيت، كسب الثلاث ماتشات ووصل للنهائي. بص الناحيه الثانيه على الزمالك، من دور ال32 قابل حرس الحدود، بعد كده خرج منه دور ال16 على الاسماعيلي، بعد كده طلع من الاسماعيلي على مصر المقصه، ومن مصر المقصه خرج على اسوان، مباراه ضعيفة جدا.
جدا وصل منها للنهائي. ودي قرعه يا جماعه، قلنا ان دايما القرعه بتطلع لك فرق الله اعلم ايه اللي يحصل، قرعه عشوائيه بتبقى موجهه ان الاهلي والزمالك ما يلعبوش بعض غير في النهائي عشان الناس اللي بتتكلم على الكاس الجديد يعني، وان الاهلي طريقه اسهل وكده، بص على الكاس القديم وانت تفهم كل حاجه. طب لما نيجي نبص بقى في التاريخ كده، الاهلي لاعب الزمالك كم مره والمواجهات المباشره كانت عامله ايه في كل البطولات كده؟ الاهلي لاعب الزمالك 243 مباراه، قدر يكسب الاهلي منهم 105 كده نصيب الاسد طبعا للنادي الاهلي، والزمالك كسب 58 مباراه، الاهلي قرب يروح للضعف كده ويبقى كسبان الزمالك قد ما الزمالك كسبانه مرتين. لكن خلينا نعمل سبوت على الكاس بس، ملناش دعوه بالدوري ولا بدوري ابطال، نبص على ماتشات الكاس. الاهلي لاعب الزمالك في الكاس 31 مره، قدر الاهلي انه يكسب الزمالك 16 مره، والزمالك كسب الاهلي 10 مرات، والتعادل كان حاضر في 5 ماتشات كده. لكن لما تيجي تبص على مباريات النهائي بقى، لعبنا بعض في النهائي 20 مره قبل كده، الاهلي كسب فيهم اكتر برده، كسب 9 مرات، الزمالك كسب 8 مرات، بس الارقام متقاربه هنا، والتعادل كان حاضر في 3 ماتشات. فهل مباراه النهائي الجايه تخلي الاهلي كسبان 10، ولا الزمالك يتعادل مع الاهلي ويبقوا الاثنين كسبانين 9 في النهائي، ولا المباراه تكون تعادل وتروح لركلات الترجيح؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. طبعا اكتساح اهلاوي في كل الارقام اللي قبل كده، اذا كان دوري، اذا كان كاس، اذا كان افريقيا، اذا كان الارقام مجمعه، الاهلي مكتسح في كل الارقام. لكن الارقام دي من التاريخ، احنا لينا بالحاضر دلوقتي وال90 دقيقه بتوع الماتش. كمان طبعا لازم نقول ان النادي الاهلي حامل لقب الكاس الاخير، اخر كاس مصر النادي الاهلي هو اللي كان واخده، والاهلي ما خدش 2 كاس لموسمين ورا بعض كده من 2007، كسبنا نهائي 2006 و2007 والاثنين كانوا قدام الزمالك. اخر نهائي كاس نكسبه للزمالك كان في 2007 لما كسبناهم 4-3، المباراه الشهيره، مباراه الديربي الافضل في التاريخ كده من وجهه نظر الكتير قوي من الناس، من جماهير الاهلي ومن جماهير الزمالك. اما الزمالك في 2016 قدروا يكسبوا الاهلي في النهائي 3-1 وياخدوا الكاس كده، كسبانين هم اخر نهائي كاس. لكن اخر نهائي بقى اتلعب على استاد القاهره، كان نهائي القرن القاضيه ممكن، اللي الاهلي كسب فيه الزمالك 2-1. من ساعتها ما لعبناش نهائي تاني على استاد القاهره، ده اول نهائي بعد نهائي القرن كده، وهيكون بتعليق مدحت شلبي. خلينا بقى ندخل على سكواد الفريقين كده، نتكلم على اللعيبه وعلى الاثنين مدربين. نبدا مع المدربين الاول، جيسوالدو فيريرا وريكاردو سواريش، مدرب الاهلي والزمالك. فيريرا موجود مع الزمالك بقاله فتره كده، في استقرار موجود عندهم سبحان الله، عكس خالص النادي الاهلي اللي غير مدرب في نص الموسم واحنا مش متعودين على كده، ده دايما بيبقى العكس، النادي الاهلي هو اللي عنده استقرار، هو اللي مستمر المدرب معاه، والزمالك هو اللي بيبدل مدربين كتير. اتقلبت الايه دلوقتي، والزمالك هو اللي عنده استقرار اكبر. فيريرا ماشي بالفريق كويس جدا زي ما قلنا، صعد لعيبه ناشئين كده، لعبهم مكان اللعيبه الاساسيين، عامل فريق قوي، قادر يكسب في الدوري في اخر ماتشات، في اخر 5 ماتشات كسبان 4 متعادل 1 بس مع النادي الاهلي، عكس الاهلي اللي بينقط في اخر ماتشات، واخر مباراه لسه خسران من بيراميدز، قبليها كنت خسران من سموحه ووقعت نقط كتير جدا وبتضيع الدوري منك كده، وده طبيعي جدا بعد ما مشيت مدرب ناجح جدا معاك من نص الموسم، جبت مدرب مؤقت بعد كده مدرب جديد لسه مش عارف الفرقه قوي. لكن المباراه دي مباراه خاصه، مباراه ببطوله 90 دقيقه، الاثنين من المدرسه البرتغاليه، مباراه بينهم هتكون قويه جدا. فيريرا طبعا لاعب الاهلي قبل كده 3 مرات في الولايه الاولى، اول مباراه كانت في الدوري وخسرها 2-0، تاني مباراه كانت نهائي الكاس وكسب الاهلي 2-0 وخد الكاس، المباراه الثالثه كانت في السوبر خسر من الاهلي في النهائي 3-2. يعني لاعب الاهلي في الولايه الاولى 3 مرات، خسر مرتين وكسب مره، في الولايه الثانيه بقى لعب مباراه واحده، مباراه الدور الثاني اللي انتهت بالتعادل 2-2، وكانت بينه وبين المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي سامي قمصان اتعادلنا فيها 2-2. يعني فيريرا قدام الاهلي خسر مرتين، كسب مره وتعادل مره، يعني نتائجه قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي يتفوق، لو قدر يكسب يبقى كسبان 2 ومغلوب 2، ويتساوى في عدد مرات المكسب والخساره قدام الاهلي. سواريش طبعا لسه سنه اولى دوري مصري كده، ما لعبش قدام الزمالك قبل كده، ودي اول مباراه ديربي بالنسبه له، الله اعلم ايه اللي هيحصل، قولوا لي انتوا رايكم في الكومنتات. انا شايف ان موضوع المدير الفني الزمالك يكسب فيه طبعا، فيريرا اتقل بكتير جدا من سواريش اللي لسه جاي وما نقدرش نحكم عليه. ندخل بقى على لعيبه الاهلي والزمالك كده ونعمل مقارنه مركز بمركز. البدايه طبعا في مركز حراسه المرمى، محمد الشناوي ومحمد عواد الاثنين هم اللي مستمرين دلوقتي. طبعا عواد بيقدم فتره من اقوى فتراته مع الزمالك، وهو اهم عنصر موجود في الزمالك من وجهه نظري حاليا، عكس محمد الشناوي اللي في اسوأ فتره ليه مع النادي الاهلي. فاكيد طبعا كفه الزمالك هنا الطب، والزمالك في حراسه المرمى عواد يطمن
مطمني حاليا اكتر من الشناوي. كمان الشناوي مهزوز جدا في الفتره الاخيره، كفايه ان اقول لك اخر 30 مباراه للنادي الاهلي مستقبلين فيها 31 جول، فتره سيئه جدا للشناوي، واتمنى انه يفوق جدا في مباراه الزمالك الجايه ويرجع كابتانه النادي الاهلي تاني ويتحمل المسؤوليه ومسؤوليه زمايله كمان ويرجع يفوق الفريق. ندخل بقى على خط الدفاع كده، موجود في الزمالك محمود علاء وموجود الونش وموجود عبد الغني ولاعيبه صغيره معاهم عكس النادي الاهلي اللي عنده اسامي اقوى من دي بكتير، عندك بدر بنون وعندك محمد عبد المنعم اساسي منتخب مصر، عندك ياسر ابراهيم اللي بيتقال عليه افضل مساك في مصر دلوقتي، عندك كمان رامي ربيعه وعندك ايمن اشرف، فاكيد خط الظهر كده النادي الاهلي افضل من الزمالك بكتير، مع ان مستواهم سيء الفتره الاخيره، لكن على الورق النادي الاهلي عنده خط ظهر افضل بكتير من الزمالك. تدخل على الباك رايت كده، الزمالك موجود عنده بيلعب ساعات بسيد نيمار اللاعب الصغير في السن، بيلعب شويه بحازم امام، بيلعب شويه بالمسلوسي، واذا كان حازم امام ولا المسلوسي فسيئين جدا وانتم عارفين رايي فيهم من زمان. سيد نيمار لعيب صغير في السن، اما بقى النادي الاهلي فموجود عنده كريم فؤاد الضعيف جدا برضو واللي شايفه سيء جدا، وموجود محمد هاني اللي غلطاته كتير، لكن بالنسبه لي هو الافضل في كل الاسامي اللي اتقالت دي. غلطاته كتير، الجماهير مش حابه محمد هاني دلوقتي وشايفه ان اخطائه كارثيه، لكن هو الافضل في كل الاسامي دي. فمركز الباك يمين انا شايف ان النادي الاهلي افضل من الزمالك، وشايف ان محمد هاني لازم يلعب من اول الماتش، هاني مع كل الاخطاء اللي بيعملها هو اللي احسن من كل دول. تخش بقى على الباك ليفت كده، الزمالك موجود عنده ابو الفتوح وموجود عنده عبد الشافي وعبد الله جمعه، ثلاث اوراق في منتهى القوه، لكن النادي الاهلي عنده الظهير الايسر السوبر في افريقيا علي معلول، غلط اخر مباراه، لكن انت بتتكلم على معلول يا باشا، بتتكلم عن افضل باك شمال في تاريخ مصر من وجهه نظري وفي افريقيا حاليا كمان. غلط المباراه الاخيره، عنده قصور دفاعيه، لكن هجوميا معلول لما بيبقى في حالته فرقه لوحده كده، ما تقدرش ان انت تنكر حاجه زي دي. لكن مركز الباك الشمال هديه هنا تساوي بين الفريقين، الزمالك عنده اوراق كتير في الباك الشمال، عنده عبد الشافي بخبراته، عنده عبد الله جمعه موجود وبيلعب، عنده احمد ابو الفتوح بامكانياته الهجوميه، فهنا بالنسبه لي الاثنين بيتساووا. قول لي رايك في الكومنتات، لو شايف الزمالك افضل قول لي، لو شايف علي معلول هو الافضل قول لي، مستني رايكم في الكومنتات في المركز ده اللي هيكون فيه خلافات كده. تدخل بقى على نص الملعب، موجود عندك في الاهلي سكواد قوي جدا، عمرو السولية، حمدي فتحي، اليو ديانج، يا جماعه انت بتتكلم في ايه؟ لكن الزمالك الناحيه الثانيه موجود عنده امام عاشور، موجود عنده رو او اسلام جابر، فرق كبير جدا بالنص ملعب الاهلي والزمالك، حتى في صناعه اللعب كمان، هنا موجود افشه وهنا موجود اوباما، اكيد افشه افضل من اوباما برضو. بننتقد افشه وبنقول انه سيء في ماتشات، لكن افضل من اوباما بالتاكيد، ولما تيجي تبص على الديفندرات اكيد ديفندرات النادي الاهلي لو بنص حالتهم بس افضل بكتير جدا من ديفندرات نادي الزمالك اللي مفيش حد فيهم مميز غير هو امام عاشور بس، مميز جدا في الفتره الاخيره، لكن في الملعب الله اعلم ايه اللي هيحصل. رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي في نص الملعب دي مش مضمونين، اخر فتره سيئين جدا، لكن زي ما بقول لك كده لو بنص امكانياتهم بس افضل بكتير من ديفندرات نادي الزمالك، فهنا طبعا هتطب كفه النادي الاهلي والنادي الاهلي افضل في نص الملعب. تدخل على مركز الوينجات وانت مغمض كده تقول الزمالك او اي فريق في مصر افضل من النادي الاهلي اللي وينجاته حرفيا سيئين جدا دلوقتي. المتاح عندنا مين؟ صلاح محسن سيء جدا جدا، طاهر الله اعلم هيلحق المباراه ولا لا، وحتى لو هيلحق مش احسن حاجه يعني. موجود عندك كمان احمد عبد القادر هو اللي الامل فيه مباراه بيكون قوي جدا وتقول ده افضل وينج موجود في مصر، ومباريات تانية بيكون سيء جدا، عكس الزمالك اللي عنده زيزو وبن شرقي، وانت عارف ان الاثنين اقوياء جدا والاثنين في حالتهم والاثنين مميزين وبيدوك اداء ثابت في كل الماتشات كده، عكس وينجات الاهلي اللي حبه فوق وحبه تحت. في كلام كمان ان بيرسي تاو ممكن يلحق المباراه، بس برده مش فارقه، وينجات النادي الاهلي ما يطمنوش، فطبعا مركز الوينجات يطب لصالح نادي الزمالك. تدخل بقى على راس الحربه، هنا موجود سيف الدين الجزيري وهنا موجود محمد شريف وحسام حسن، الاثنين ما يطمنوكش بصراحه، وما تقدرش تقول مين راس حربه عنده اتقل من الثاني. انا شايف ان هنا في تساوي، الاثنين سيئين جدا، مفيش راس حربه قوي في اي فرقه يقدر يرجع كفتها كده. قول لي رايك في الكومنتات، شايف مين السكواد الافضل، مين السكواد الاكمل، هل الاهلي ولا الزمالك، ومين اللي كفته الطب كده في الفريق كتوتال بقى مع بعضه المدرب والفريق كله، وتوقعك للنتيجه ممكن تكون كام بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. وزي ما احنا متعودين كل التوقعات الصحيحه هتكون موجوده معانا في تحليل ما بعد المباراه. اخبط بقى لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، واشترك في القناه وفعل الجرس، واسالني بقى اي سؤال حابب ان انت تساله لي عن مباراه الديربي، هجاوبك عليه الحلقه الجايه على طول. سلام.